وأيضا متوفر معنا اللي هي طاولة المطبخ أو طاولة الرحلات، صف للطبخ. طبعا تميز الطاولة بوجود اللي هو مكانين أو جرابين من جهة اليسار وأيضا اليمين لتخزين الأغراض أو البهارات، وأيضا موجود نص الطاولة فوق الجولة أيضا فيها رف، وهنا موجود رف اللي هو تصفيط أو التقطيع، وأيضا اللي هو رف الجولة. طبعا تميز إنها تيجي تنصفط كاملة وتيجي في شنطة مثل هذه الشنطة، وقيمتها على 585 طبعا بدون الجولة اللي موجودة. طبعا فيها ذراية لحالها لأي موديل من أنواع الجول السطحية أو المسطحة. طبعا للطلب أو الاستفسار تواصلوا مع خالد أو عصام.